يسعدنا في مجلس دبي للإعلام وبرئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي وجه بأن يتم إطلاق الاحتفال بالشهر الوطني على مستوى حكومة دبي ومدينة دبي بالتعاون مع بين القطاع الحكومي والخاص. احتفالات وطنية تبدأ بيوم العلم وتستمر حتى الاحتفال باليوم الوطني عيد الاتحاد. هناك تعاون كبير بين القطاع الحكومي والخاص، سيلاحظها الناس في التزيين، في الفعاليات، في المشاريع الوطنية، في إن شاء الله حتى شوارع دبي. فنتمنى أن ما يعني ستقوم به هذه الجهات سواء كانت جهات حكومية أو خاصة أن ينقل لنا ما قام به المؤسسون لدولة الإمارات، حملة تحمل اسم قائدين عظيمين الشيخ زايد والشيخ راشد رحمة الله عليهما. ستكون هذه الحملة تحمل اسمهما وهي حملة زايد وراشد للاحتفال بالشهر الوطني في دولة الإمارات.